قلنا بنعمل قطارات او مترو او صوامع او خلافه، احنا مستفيدين. مستفيدين من بلدنا بتطلع خطوه قدام، مستفيدين ان احنا بنزرع الامل في نفوس المصريين. اخر حاجه بنفكر فيها اللي هي عربيات التصنيع، احنا هنكسب قد ايه؟ لما احنا بنفكر فيه بلدنا هتكسب، وده اللي احنا دايما بنبقى مصرين عليه، وده اللي دايما بنحاول نعمله. انا بشكر معالي الوزير على الدعم المستمر اللي هي عربيات التصنيع. حياه افضل ان شاء الله، ان شاء الله ما هيحصل. في ايه شرط؟ في ايه شرط؟ في ايه شرط؟ انا في المستقبل بشكركم كل سنه وانتم طيبين.